دكتور محمود، احنا دلوقتي وصلنا لاحد المباني الموجوده في مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا، وهو معهد حلمي للعلوم الطبيه. المبنى ده عباره عن ايه بالظبط؟ احنا هنا في معهد حلمي للعلوم الطبيه، ده احد المعاهد البحثيه اللي موجوده في مدينه زويل. احنا عندنا 5 معاهد بحثيه، وسمي باسم حلمي نسبه للدكتور حسن عباس حلمي، احد مؤسسي صناعه الادويه في مصر، وده تبرع منه بالكامل لمدينة زويل في إنشاء المبنى والمعدات الموجودة فيه. يعني هل دي سنة متبعة يعني داخل مدينة زويل، أي حد بيساهم بتبرعات وتمويل للبحث العلمي والمدينة حياتكم تكريما لهذا الفعل بتسموا المباني باسمه؟ بالفعل احنا يعني بنقول شركاء النجاح معنا زي الدكتور حسن عباس حلمي. احنا في كمان عندنا البنك الاهلي المصري، عندنا مبنى البنك الاهلي المصري ونعليه مبنى النانو في نفس الوقت، ده نتيجة التعاون الكبير جدا والدعم الكبير اللي بيقدمه البنك الاهلي المصري لمدينة زويل. في عندنا برضو بنك مصر، في مبنى بنك مصر اللي هو المبنى الخاص بالوان ستوب شوب اللي فيه كل الخدمات الطلابية بتتقدم في هذا المكان. خلينا ندخل بقى اكتر لطبيعه التخصص داخل معهد حلمي للعلوم الطبيه. ايه المقصود بالعلوم الطبيه دكتور محمود؟ يعني معهد حلمي للعلوم الطبيه ده بايوميديكال ساينس بروجرام عندنا، او زي ما بنقول في كل التخصصات اللي بتساعد العلوم الطبيه، بدءا من تخصص انتاج الادويه وتصميم الادويه، كل ما يختص بالعلوم الطبية من النواحي البيولوجية ومن ناحية النواحي البحثية بما يخدم المجال الطبي في الأبحاث بتاعته. دكتور، هو المفروض أن أول ما الطالب بيدخل داخل مدينة زويل علوم التكنولوجيا أو الجامعة هنا على طول بيبقى داخل في فكرة أن هو يشتغل عملي، ولا في جزء نظري وجزء عملي؟ احنا طبعا ميزة مدينة زويل ان بيتقدم للطلاب الخبره المعمليه، ان هم يقدروا يخشوا المعامل والمراكز البحثيه كمان في نفس الوقت، مش فقط المعامل، احنا عندنا معامل تعليميه وعندنا في نفس الوقت مراكز بحثيه، فالطالب بيتعلم في المعامل وممكن كمان يشارك الاساتذه في المختبرات البحثيه، يساعدهم يتعلم منهم ويضيف ليهم كمان. كده داخلين معمل ايه؟ ده معمل هنا عندنا جزئين، الجزء الاولاني الرينوبل انرجي اللي هو الطاقه المتجدده، وايضا عندنا جزء خاص ب هندسه البيئه. معانا كمان الدكتور تامر سمير رئيس قسم، اتفضل يا دكتور، برنامج هندسه البيئه.